جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات بعثت برساله وضمنتها عددا من الاسئله، واثرت في هذه الرساله عدم ذكر اسمها. تقول: في احد الايام توفي احد اقاربنا، وجاء النساء للتعزيه حاملين معهم كميه من البن والهيل، وقد اعتادوا على هذه العاده دائما. عندما ياتون للتعزيه احد الناس يحملون اليه كميه من البن والهيل. ما حكم هذه العاده؟ وما حكم استعمال هذا البن والهيل؟ مع العلم أنني استخدمته كله في إكرام الضيوف، أعني الضيوف الذين لم يحضروا للعزاء فقط وإنما يحضرون في مناسبات أخرى. جزاكم الله خيرا. الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم في العزاء أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم، يأكلونه في بيتهم لأنهم مشغولون عن صنعة الطعام. هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع لأهله طعام يأكلونه لأنهم مشغولون بالمصيبة. أما التوسع في هذا والإتيان بالأطعمة والذبائح فهذا غير مشروع، الزائد عن الحاجة هذا غير مشروع. أو أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقدمونه للناس، وربما يكون هذا من تركة الميت ومن مال الورثة والقصار، فهذا لا يجوز لأنه أكل لأموال الناس بغير حق، إلا إذا كان أهل الميت فقراء وأتى الإنسان لهم بشيء من الطعام أو من القهوة نظرا لفقرهم وحاجتهم. كون في البيت مثلا عائلة فقراء مات ميتهم وليس عندهم شيء، فيأتي لهم من يعلم حالهم من جيرانهم أو أقاربهم بطعام أو بنقود أو بأكسية أو غير ذلك ليسد فقرهم وحاجتهم، فهذا لا مانع منه، هذا من الصدقة ومن دفع الحاجة. نعم.